وشوشة. اي مخرج بشتغل معاه بتعلم منه، اي مخرج، وده شغلي. هرجع اقول لك تاني كلمه شغلي، شغلي انه انا مطالب ان انا اقعد معاك هنا ابقى طالع بحاجه، ما طلعتش بحاجه يبقى في مشكله. لو انا عديت دي كده معاك وطلعت بيها ما طلعتش بيها بحاجتين ثلاثه يبقى في مشكله، تمام؟ فاي مخرج بشتغل معاه لازم اتعلم منه، حتى لو انا مثلا جواه مش ما عنديش قناعه بيه، بعد ما اشتغلت معاه ما بقاش عندي قناعه شخصيه بيك في موهبته، بس لازم هاخد منه حاجه، لان هي مهنه تعتمد على ان انت بتكتسب يعني خبرات ومهارات واشخاص جديده بتعلم منهم حاجه جديده. لكن لو مين المخرج اللي انا اللي فادني قوي واثر فيا كتير؟ استاذ هاني خليفه طبعا، استاذ شادي الفخراني، محمد شاكر، ناس كتير، ناس كتير، ودول ليهم تاثير فيا جيد. والله الدور قرب يخلص، مش هينفع احكي لكم عنه حاجه. لا هو يوم مصري فيلم بطوله جماعيه، انت من بطوله جماعيه، الستايل بتاع الكباري والفرح والحاجات اللي هي شبه كده، ما فيهوش بطل من جلده للجلده، فما فيش حد فينا دوره كبير، فاصلا دور لو قلت فيه كلمتين هيبقى خلص، مش هينفع اقول لك. بس هو فيلم محترم، فيلم كويس جدا يعني، فنان يا رب يطلع بالشكل الكافي، وفي ممثلين مهمين يعني يا رب يبقى فيلم مفيد. اكثر من كده في ممثل مش عارف اقول لك، لاني هلخص لك الدور في جملتين هيبقى خلص، مش هتشوف الفيلم. احسن الموجودين طبعا تراب الماس، الخليه كان لطيف، مش اي مقارنه، القديم يكسب 360 درجه، عشان الفن مش بيعتمد على الامكانيات فقط، الامكانيات عامل مكمل. انا وانتوا دلوقتي لو قاعدين من غير مايك من غير الكاميرا دي هنعرف نشتغل ليه؟ عشان احنا قاعدين مع بعض. الفن مواهب بشريه، مخ، مواهب، ناس بتشتغل بمواهبها، ده مبقاش موجود كتير. حبينا نعتمد على التكنولوجيا اكتر من اي شيء. المنتج يرجع يذاكر، والمؤلف والمخرج والممثلين نرجع نشوف عايزين نعمل عمل فني ازاي محترم عشان يكسب، وعشان يبقى المنتج ده ما بيخسرش، وعشان الفنانين يقدموا حاجه مهمه، فالناس كلها ترجع تذاكر تشوف احنا محتاجين ايه، محتاجين نعمل فيلم عن ايه، نعمل مسلسل عن ايه، نشوف مشاكلنا، نشوف نعملها ازاي. البهرجه، طب احنا بنتفرج يا معلم على فيلم امريكاني واو عظيم، احنا عايزين حاجه تمسنا كبني ادمين، ده اللي احنا بنفتقده بس. وعشان تمسنا كبني ادمين محتاجه تعمل ازاي؟ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.